بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك. من أين لي الخير يا رب ولا يوجد إلا من عندك؟ ومن أين لي النجاة ولا استطاع إلا بك؟ للذي أحسن استغنى عن عفوك ورحمتك، وللذي أساء واجترأ عليك ولم يرضك خرج من قدرتك. يا ربي يا ربي يا ربي يا رب، بك عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك، ولولا أنت لم أدر من ما أنت. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، اجزهما بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا، ذكرنا وأنثانا، صغيرنا وكبيرنا، حرنا ومملوكنا. كذب العادلون بالله وضلوا ضلالا بعيدا، وخسروا خسرانا مبينا. اللهم صل على محمد وآل محمد، واختم لي بخير، واكفني ما همني من أمر دنياي وآخرتي، ولا تسلط علي من لا يرحمني، واجعل علي منك واقية باقية، ولا تسلبني صالح ما أنعمت به علي، وارزقني من فضلك رزقا واسعا حلالا طيبا. اللهم احرسني بحراستك، واحفظني بحفظك، واكلأني بكلاءتك، وارزقني حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، وزيارة قبر نبيك والأئمة عليهم
السلام، ولا تخلني يا ربي من تلك المشاهد الشريفة والمواقف الكريمة. اللهم تب علي حتى لا أعصي، وألهمني الخير والعمل به وخشيتك بالليل والنهار، ما أبقيتني يا رب العالمين. اللهم إني كلما قلت قد تهيأت وتعبأت وقمت للصلاة بين يدي وناجيتك ألقيت علي نعاسا إذا أنا صليت، وسلبتني مناجاتك إذا أنا ناجيت. ما لي كلما قلت قد صلحت سريرتي قرب من مجالس التوابين مجلسي، عرضت لي بلية أزالت قدمي وحالت بيني وبين خدمتك سيدي، لعلك عن بابك طردتني وعن خدمتك نحيتني، أو لعلك رأيتني مستخفا بحقك فأقصيتني، أو لعلك رأيتني معرضا عنك فقليتني، لعلك وجدتني في مقام الكاذبين فرفضتني، أو لعلك رأيتني غير شاكر لنعمائك فحرمتني، أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني، أو لعلك رأيتني في الغافلين فمن رحمتك آيستني، أو لعلك رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني، أو لعلك لم تحب أن تسمع دعائي فباعدتني، أو لعلك بجرمي وجريرتي كافيتني، أو لعلك بقلة حيائي منك جازيتني. فإن عفوت يا ربي فطالما عفوت عن المذنبين قبلي، لأن كرمك أيرى يجل عن مكافأة المقصرين، وأنا عائد بفضلك غارب منك إليك، متنجز متنجز ما وعدت من الصفح عمن أحسن بك ظنا. اللهم أنت أوسع فضلا وأعظم حلما وأعظم حلما من أن تقايسني بعملي أو أن تستزلني بخطئي، وما أنا يا سيدي وما خطري، هبني
فضلك سيدي وتصدق علي بعفوك وجللني بسترك واعف عن توبيخي بكرم وجهك سيدي. أنا الصغير الذي ربيت وأنا الجاهل الذي علمت وأنا الضال الذي هديت وأنا الوضيع الذي رفعت وأنا الخائف الذي آمنت والجائع الذي أشبعت وأنا العطشان الذي أرويت وأنا العار الذي كسوت وأنا الفقير الذي أغنيت والضعيف الذي قويت والذليل الذي أعززت والسقيم الذي شفيت والسائل الذي أعطيت والمذنب الذي سترت والخاطئ الذي أقلت وأنا القليل الذي كثرت والمستضعف الذي نصرت وأنا الطريد الذي آويت أنا يا رب الذي لم أستحيك في الخلاء ولم أراقبك في الملا أنا صاحب الدواهي العظمى أنا الذي على سيده اجترى أنا الذي عصيت جبار السماء أنا الذي أعطيت على معاصي الجليل الرشا أنا الذي حين بشرت بها خرجت إليها أسعى أنا الذي أمهلتني فمن عويت وسترت علي فما استحييت وعملت بالمعاصي فتعديت بعد وأسقطتني من عينك فما بال فبحلمك أمهلتني وبسترك سترتني حتى كأنك أغفلتني ومن عقوبات المعاصي جنبتني حتى كأنك استحييتني إلهي لم أعصك حين عصيتك وأنا بربوبيتك جهرت ولا بأمرك مستخف ولا لعقوبتك متعرض ولا لوعيدك متهاون لكن خطيئة عرضت وسولت لي نفسي وغلبني هواي وأعانني عليها شقوتي وغرني سترك المرخى علي فقد عصيتك وخالفتك بجهدي فالآن من عذابك من يستنقذني و
ومن أيدي الخصماء غدا من يخلصني وبحبل من أتصل إن أنت قطعت حبلك عني فواسوا أتى على ما أحصى كتابك من عملي الذي لولا ما أرجو من كرمك وسعة رحمتك ونهيك إياي عن القنوط لقنطت عندما أتذكرها يا خير من دعا مداع وأفضل من رجا مراج أنا لا أنسى أياديك وسترك علي في دار الدنيا سيدي أخرج حب الدنيا من قلبي واجمع بيني وبين المصطفى وآله خيرتك من خلقك وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله انقلني إلى درجة التوبة إليك وأعني بالبكاء على نفسي فقد أفنيت بالتسويف والآمال. وقد نزلت منزلة الآيسين من خيري فمن يكون أسوأ حالا مني إن أنا نقلت إلى من أنا نقلت على مثل حالي إلى قبر لم أمهده لرقدتي ولم أفرشه بالعمل الصالح لضجعتي وما لي لا أبكي ولا أدري إلى ما يكون مصيري وأدري وأرى نفسي تخادعني أيامي تقاتلني وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت فما لي لا أبكي أبكي لخروج نفسي أبكي لظلمة قبري أبكي لضيق لحدي أبكي لسؤال منكر ونكير إياي أبكي لخروجي من قبري عريانا ذليلا حاملا ثقلي على ظهري أنظر مرة عن يميني وأخرى عن شمالي إذ الخلائق في شأن غير شأني لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة وذلة سيدي عليك معوني واعتمادي ورجائي وتوكلي
وبرحمتك تعلقي، تصيب برحمتك من تشاء، وتهدي بكرامتك من تحب، فلك الحمد على ما نقيت من الشرك قلبي، ولك الحمد على بسط لساني، أفبلساني هذا الكلام لأشكر، أم بغاية جهدي في عملي أرضي. أقول هنيئا للمؤمن عندما يكون في ذلك القبر الموحش وذلك البيت الجديد، لكنه ينائر نورا شعشعاني، نورا رباني يؤنسه في وحشته. هذا المؤمن لا يميز ذلك النور، فيسأله من أنت يا هذا؟ اسمع لسان حال مولاك الحسين سلام الله عليه، يقول لما تشوفني بلا راس ومن نحري أحاكي، من تلي في الماتم تنادي، ويلي عليك تلطم على صدرك يا شيعي، شلون اخليك لاجلي يا شيعي تلبس ثياب الرزيق. يقول لما تشوفني بلا راس ومن نحري احاكي، من تلف الماتم تنادي، ويلي عليك تلطم على صدرك يا شيعي، شلون اخليك ولاجلي يا شيعي تلبس ثياب الرزيق. إذا أنت مولاي وسيدي الحسين، لكن روحي فدالك يا الذي للغسل ما نال، ولا الجسد من انحمل من فوق شيال، ولا الجنازة هللت من خلف هرجال، ما حد حفر قبره ورا جثته، الكافور تربة والغسل دمه الجاري، والجفن فصل أبو محمد بواري، قبرة بقلب اختل خذوها بجمل عاري، قلب الذي أفنى حياته في فواجي، ما غسلوه ولا لفنه في كفن يوم الطفوف، ولا ندوا عليه رداء، عار تجول عليه الخيل عادية حاكت له الريح، صافي مئزر ورداء، رحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا ربي على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين.